بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، تباركت اللهم وتعاليت. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقطع. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مغفرة وجنة، عرض السماء والأرض، مش سماء حدا، وهناك تأخذ السماء، السماوات السبعة، ما يعلم حقيقة هذه السماوات إلا الله، والأرض السبعة كذلك. وعدت أي أهلت، أي هوئت أبريتين، أعدت للذين آمنوا، مش للذين كفروا، الذين أفسدوا، الذين كذبوا، والذين كذبوا على الله كبني صهيون والكرب. قالك احنا على الرب، احنا المسلمين، باش مسلم بسد أخلاقك بقلبانك للناس، بكيما الكلاب السعود يعني يشريوا بمال الأمة، يشيروا الخمور، ويشيروا المقدرات، ويشيروا الأسعار اللي ما عادش فيها فايدة، يعطيها لهم الأمريكان والإنجليز والفرنسيس، وانت ماشي، والألمان كذلك، وهي ما عادش فيها فايدة، زيدوا فيها، جيت انت يا أحمق، خاصة ولي العهد الكلب المجرم، وإن شاء الله ما نكونوا مناش صائبين، إن شاء الله يكون من النوع اللي يخادع العدو إن شاء الله. أما عموما اللي قاعد يقع في السعودية على ما نبدو، ولا سعودية مش سعودية، على ما نعلم ما هو صحيح على الرجل هذا في الطريق، هو شبه رجل، إن تسمحنا ما هو معه، يأخذوا مال الأمة وينفقوه في أشياء تفيد العدو وتضعف الأمة، ويجي اللي مش يجي بس يخدموا، يعطيوا الخمور الراقية، بس ولي معجب يمنشوا القلق نشوة، ما هو كان الحشاشين يخدموا بالخدمة، يحبوا ناس يستعملوهم للقضاء على أعدائهم، يجيبوهم ويزينوا لهم من جملة التزيين مخدرات الخمر، بعد ما يقضي على وعيه بالخمور ولا المخدرات يهزوه وحطوه مكان فيه العاهرات، وانو عد التجميل وقت في اوجه، ويجيبوا لك البنات كلي على صورة كبيرة من الجمال في القوام وفي اشكال الفروج واشكال الخصر واشكال الوجه واشكال الشفتين والمجر، يجيبوا بعد يفيق يلقروعوا منا يقولوا راك في جنان الخلد انت تو، وبما انه لعبت له بمخه، وهذا قاعد يقع تو راهو ما استغربوش، يلعبوا له مخه يصدق، ويمشيوا له مدته الى يلتذ بالحرام وهو لا يعي، يسخى روحه في الجنه، الحرام في الجنه. نكمل حديثنا ان شاء الله تعالى.